سباقات زمن الكورونا، سباق مع الزمن للحد من انتشار المرض، سباق لتأمين الرعاية الصحية للمصابين، والسباق الأهم، السباق المحموم مع الوقت وبين كل الدول لإيجاد علاج أو لقاح يحمي الجميع من الإصابة. منذ أكثر من 3 أشهر، يعني من بدء انتشار المرض في الصين والسباق المحموم على أشده بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين لإيجاد لقاح لكورونا، وبينما من الأكيد هناك تعاون بينهم على الكثير من الأصعدة، هناك مخاوف أيضاً أن من ينجح أولاً في إيجاد اللقاح سيعطي الأولوية لشعبه في الاستفادة منه ويجني أيضاً أرباحاً طائلة من بيعه للدول الأخرى. الصين وبالأمس فقط أعطت الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا. أما منظمة الصحة العالمية صرحت هي أيضاً أنه في الوقت الحالي يتم العمل على ما يقارب 70 لقاحاً لمكافحة الفيروس، منها 3 بالفعل تعتبر الأهم، بس للأسف هي في المراحل الأولى من الاختبار، ولغاية هذه اللحظة لا يوجد أي عقار تمت الموافقة عليه على استعماله في أي من الدول في العالم. من العقارات التي يعقد عليها الأمل عقار ريمديزيفير، وهو عقار طور أساساً لعلاج فيروس إيبولا، هذا طبعاً بالإضافة للعقار القديم الجديد والأكثر جدلاً في وقتنا الحالي هيدروكسي كلوروكوين الموافق عليه لعلاج مرض الملاريا. وبحسب مؤسسة فاينستين للبحوث الطبية التي تعكف حالياً على اختبار عقار كبزارة المستخدم لعلاج أمراض التهاب المفاصل الروماتويدي، تختبره طبعاً لمعرفة ما إذا كان قادراً على ترطيب الالتهابات الشديدة التي يسببها الفيروس داخل رئة المريض، قالت هذه المؤسسة إن أخصائي الأمراض النسائية الدكتور أنار يوكاييف كان أول مريض تجرى عليه اختبارات هذا العقار. رئيس قسم أبحاث التكنولوجيا البيولوجية في مؤسسة جينينتك في سان فرانسيسكو، والتي تقوم هي أيضاً بأبحاث واختبارات لعقار أكتيمرا المستخدم كمضاد للالتهابات، قال بالفعل أن طبيعة هذه الأزمة الصحية أجبرت القطاع الطبي عامة على العمل بسرعة غير مسبوقة في سعيهم لإيجاد حلول لإنقاذ مئات الآلاف من المصابين حول العالم والحصول على نتائج سريعة في محاولة لأخذ الموافقات المطلوبة لاعتماد أي من هذه العلاجات. ببساطة، إن ما يحصل حالياً يمكن أن يلخص بأن المرضى يحصلون على مزيج من العقارات التجريبية في محاولة يائسة للحفاظ على حياتهم والحصول على أي إثبات علمي بأن أي من هذه العقارات فعال حقاً كعلاج للعدو المستجد. في النهاية، ومع حقيقة أن أي عقار أو لقاح يحتاج إلى أكثر من سنة من التجارب السريرية قبل إمكانية استخدامه كما تؤكد طبعاً منظمة الصحة العالمية، يبقى السؤال: هل سننتظر كل هذا الوقت حتى نعود إلى حياتنا الطبيعية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفيديو القادم. تابعونا، دمتم دوماً بأمان بإذن الله.